احلى 100 مليون مسا على كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس اللي مشتركه عندنا وكل الناس اللي مشتركه عندنا. زي ما جينا قلنا قبل كده صلي على النبي وصبح جميل، اعمل لنا لايك واشتراك وشير عشان يجي لك كل جديد. الناس اللي عايزه تعرف ازاي تخلي كلبك ما يتلمسش، ازاي محدش يلمس الجنزير، ازاي محدش يجي جنب الكلب غريب. بتيجي الكلبه بتلبسه، اهم حاجه تبقى متاكد من الكمامه، ولو مش متاكد من الكمامه يبقى انت تبقى واقف جنب الكلب. الجنزير بتاعك يبقى جامد لازم كده هنا، لان معظم الناس لما هتيجي تخش على الكلب تبقى قلقانه، فلازم اللي انت تشغل كده وتلبسه كمامه وتبتدي تشغل معاه. واهم من ده ومن ده اللي انت تشكل عليه انفار. زي دلوقتي كده هتدخل حمر، يلا كده اهو، بحيث الكلب اللي هو ايه ما يقربش لحد. زي دلوقتي كده اهو احنا هنا اهو مقلعين الكمامه وهيقرب اهو كده عليه، يبقى من بعيد لبعيد.